بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الضباط المتخرجين، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. أبارك لكم تخرجكم لتكونوا جزءا من المنظومة الأمنية الشجاعة، أمننا الذي حمل من سبقكم من الضباط والمراتب مسؤولية الدفاع عنه، وقدموا في سبيل تحقيقه أغلى الأثمان. فالوطن منذ هذه اللحظة صار أمانة في أعناقكم، وأنكم بما اكتسبتم من خبرة طوال مدة الدورة جديرون بأن تتشرفوا بالدفاع عن أمن وسلامة العراق وشعبه وسيادته. فهذا المكان الذي احتضنكم طوال هذه السنوات هو مصهر تذوب فيه كل الانتماءات والمسميات، ويبقى اسم العراق وحده فيه هو نقطة الجذب والانتماء، وهو ما أقسمتم عليه ورددتم القول فيه بأن لا يعلو أي انتماء على الانتماء لهذه الأرض التي كرمها الله وشرفها باحتضانها للأنبياء والأئمة عليهم السلام والأولياء والصالحين رضي الله عنهم. إنكم تمثلون اليوم امتداداً للجيش العراقي الوطني الذي تحرر مثل كل مؤسسات العراق من قيود الدكتاتورية التي أنهكت واستهدفت خيرة قياداته وزجته في حروب عبثية، حيث عملنا بجد على إعادة بناء جيشنا العظيم ليكون حامياً للعراق ويسير ويتحرك وفقاً للدستور والقانون. لقد وضعت حكومتكم منذ تشكيلها موضوع تطوير القوات الأمنية والارتقاء بعملها ضمن البرنامج الحكومي، وهو ما تجسد لاحقاً في العديد من التوجيهات الخاصة برفع مستوى كفاءة القوات الأمنية وأن يتم تحديثها وفقاً لآخر ما توصلت إليه العلوم العسكرية والأمنية من نظريات وتطبيقات، وكذلك العمل على تسليحه بأحدث الأسلحة، وقد أصدرنا لهذا الغرض العديد من التوجيهات خلال ترأسنا للجنة العليا للتسليح. ومن أجل تحقيق متطلبات التطوير المستقبلي للمنظومة الأمنية، صادقنا على إقرار استراتيجية إصلاح القطاع الأمني 2024-2032 الخاصة بتحقيق إصلاحات شاملة للمنظومة الأمنية وفقاً لمعايير الأنظمة الديمقراطية، وهي استراتيجية مبنية على أسس علمية تعمل على مواكبة التطورات التي تتسارع في العالم اليوم، حتى تكون قواتنا الأمنية بمستوى متقدم من الاكتمال والجهوزية. أبنائي الضباط، لقد شهد بلدكم مثل ما تعلمون خلال السنوات الماضية تحديات أمنية خطيرة، يأتي في مقدمتها تحدي داعش الإرهابي الذي استباح الحياة بكل تفاصيلها في عدد من المحافظات. لكننا بهمة الأبطال في جميع صنوف قواتنا الأمنية استطعنا أن نحرر الأرض ونقضي على هذه العصابات التي تختبئ اليوم مذعورة مدحورة مهزومة في الكهوف والصحارى البعيدة، يحيطها الخوف ويجللها الذلل. وكان من نتيجة هذا التحدي هو الاستعانة بمنظومة التحالف الدولي، وأننا اليوم وبفضل شجاعة قواتنا الأمنية وتضحياتها نفاوض وبكل ثقة دول التحالف على إنهاء هذا الوجود وهذه المهمة وتحويل العلاقة إلى علاقات أمنية ثنائية. لذلك فإن المهمة التي تقع على عاتقكم هي المحافظة على الاستقرار الأمني وعدم السماح لأي تهديد يمس أمن العراق والعراقيين، لأن استمرار الاستقرار يعني المزيد من التنمية والبناء والإعمار، وهذا الأمر بات واضحاً ونراه في تواجد الكثير من الشركات العالمية المهمة وفي مختلف المجالات للاستثمار والعمل في العراق بعد أن أصبح بلدنا بيئة آمنة تجذب رؤوس الأموال والمستثمرين. وهنا
أود أن أذكركم بأن مسؤولياتكم الأمنية قد تتطلب منكم الاحتكاك المباشر مع المواطنين. لهذا أوصيكم بمراعاة حقوق الإنسان وعدم التجاوز على المواطنين، وأن يكون عملكم ضمن إطار القوانين التي تحفظ كرامة الإنسان. كما أنني أوصيكم بأن تحافظوا على القسم الذي رددتموه بأن تكونوا أوفياء وأمناء لأداء واجباتكم. أجدد التبريك لكم، وفقكم الله لحماية العراق والعراقيين، والرحمة والرضوان لشهداء العراق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.